النهاردة هنتكلم عن البروتين وايه هو البروتين وفايدة البروتين جوه العضلات. البروتين يتكون من العناصر التالية مثل النيتروجين والاكسجين والهيدروجين والكربون. يوجد البروتين في اللحوم والاسماك والدجاج والبيض والحليب والبقوليات وبكميات قليلة في الخضار. ومن أهم وظائف بناء خلايا أو الأنسجة العضلية داخل الجسم وتجديد التليف، ويدخل في بناء العضلات ويدخل في تركيب وعمل هرمون الجسم ويمد الجسم بالطاقة. يعني 1 جرام بروتين بيعطيك سعر حراري، 4 سعر حراري، ويحتاج الإنسان العادي إلى 70 جرام يوميا بمعدل 15% من السعرات الحرارية. وقد يرتفع عند الرياضيين من 120 إلى 200 جرام يوميا حسب العمر وحسب نوع الرياضة. يعني حسب العمر وحسب نوع الرياضة بيمتد عنده من 120 جرام او 200 جرام يوميا. يعني لو ضربنا ال 120 في 4 سعر حراري هيدينا في حدود 1000 سعر حراري. طيب ايه هي الحاجات اللي نقدر نكتسب منها البروتين؟ الحاجات الطبيعية مثل كوباية الحليب بيديك 8 جرام بروتين، وكمان بيض مسلوق بيديك 7 جرام بروتين، قطعة الجبنة 30 جرام وزنها 30 جرام بيعطينا 7 جرام بروتين. طيب لحم مطبوخ 30 جرام زي قطعة بحجم يعني مثلا بحجم البيضة او حاجة زي كده بتدينا 7 جرام بروتين. طيب كوباية شوربة العدس يدينا 16 جرام بروتين. الجرام البروتين يا جماعة بنضرب في 4، يعني لو معانا 5 جرام بروتين بنضربه في 4 بيدينا السعر الحراري اللي احنا بنحرقه في الطبق. مثل مثلا كوباية الخضار بتدينا 2 جرام بروتين، كوباية الخضار تمام؟ البروتين يا جماعة يعني هو اللي بيبني العضلات، هو اللي بيساعد العضلة على التمدد على كبر العضلة تمام؟ ده بيظبط العضلات في البروتين. طيب ازاي انا اعرف هستفاد قد ايه بروتين في اليوم؟ انت تستفاد بروتين يومي، انت وزنك 70 كيلو محتاج في اليوم الواحد حوالي 140 جرام بروتين. بتستخدمهم من اللبن، بتستخدمهم من البيض، بتستخدمهم من اللحمة، بتستخدمهم من الوجبات اللي انت بتاكلها في اليوم. يعني مثلا ممكن اكل حوالي 10 بيضات مسلوقين، لو 10 بيضات مسلوقين 10 × 7 ب70 جرام بروتين. طيب لو بتضرب 70 جرام بروتين في 4 هيديني حوالي من 28، يعني 280 جرام 280 سعر حراري. يعني جرام البروتين يا جماعة بنضرب في 4 بيديني الماء اللي انا عايزه، يعني جرام البروتين الواحد بيديني 4 سعرات حراري. يعني يا جماعة عندنا الدجاج اللي هو المشوي ربع دجاجة بتديني 230 سعر حراري. الدجاج البانيه قطعة واحدة بتديني 200 سعر حراري. عندنا الحمام المشوي اللي هي الحمامة بتديني 600 سعر حراري. البط ربع بطة بتديني 500 سعر حراري. أرنب مشوية بتديني 300 سعر حراري. لحم بقري قطعة 30 جرام بتديني 100 سعر حراري. قطعة واحدة 30 جرام ضاني بتديني 200 سعر حراري. لحم مفروم بتديني
230 جرام، لا 100 جرام لحم مفروم بيديني 200 سعر حراري. ده بالنسبه للحوم. لو خشينا على الجبن، جبنه مثلثات قطعه واحده بتديني 130 سعر حراري. عندنا جبنه قريش 50 جرام بتديني حوالي 50 سعر حراري. البيضه الواحده المسلوقه بتديني حوالي 60 سعر حراري. البيض المقلي بيديني برضو 70 سعر حراري. لانشون الدجاج بيديني شريحه واحده بتديني 50 سعر حراري. زيت الزيتون اللي هو 6 حبايات، يعني معلقه زيت الزيتون بيديني حوالي 150 سعر حراري. معلقه المربى الكبيره بتديني حوالي 60 سعر حراري. حلاوه طحنيه معلقه كبيره بتديني 100 سعر حراري. ده بالنسبه للسعرات الحراريه اللي احنا بنحرقها وتتحول الى طاقه اثناء التمرين. الحاجات دي حاجات تعرفها، واحنا عايزين نعرف ايه الجسم اللي بيحتاج نسبه سعرات حراريه فيها اليوم عاليه، اللي هي الجسم اللي هو وزنه، تبع وزنه، تبع وزن جسمه، تبع عمره قد ايه، تبع السن بتاعه او عمره او طوله، وحسب شغله وحسب تمرينه. التمرين اللي هو لاعب كرة القدم بيختلف في حرق السعرات الحرارية. تمرين اللي هو في اثناء الجيم برضو له سعرات حرارية معينة. عندنا كمان لاعب الجمباز له سعرات حرارية بيحرقها في التمرين. الناس اللي هي راكبة سيارة وسايقة فيها الطريق برضو لها سعرات حرارية بتحرقها في اليوم. اللي قاعد على الكمبيوتر او بالشغل على الكمبيوتر اكتر بيحرق سعرات حرارية. فكل واحد او كل انسان بيستخدم سعرات حرارية معينة في الجسم او بيحرقها حسب شغله وحسب تمرينه وحسب قدرته. تمام. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله.